التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل عشاق الأصالة. هكذا شاهدنا المتعة والإثارة في بداية هذا الموسم الجميل وجاهزية هذه الدلل الأصايل بهذه الشعارات الغوية المختلفة بألوانها التي تعد العدة لبداية هذا الموسم للتجهيز للختاميات للتسعيرات الغوية اللي على الأبواب. نتمنى التوفيق لكل المشاركين ولكل من يطمح بإنجازات غوية في هذا الموسم الجميل. نسير مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة وهو شوطنا الثامن الذي يسير منذ قليل الخاص بمنافسة الجعدان اللي جاية المهجنات إلى صايل ولا زالت أشواط أصحاب السمو الشيوخية المتواصلة. ومن يرغب من أبناء القبائل مسافتنا هي المعتادة اليوم 4 كيلومترات. نتابع المقدمة والبداية الأولى وهنا على المقدمة والمركز الأول الغزال. الغزال اللي يتغزل على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يأتي المتمرس في التضمير أمسى يأتي عتيج بن سالم بالعرطي الحميري من يتابعه ويضمره. بينما ناخذ اللي على المركز الثاني من الجانب الآخر هذا مبعد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. سعيد بن سالم لينيبي في عملية تضميره. بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وفي المركز الثالث الوري لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم يأتي في عملية تضمير ثاني بن عبيد بن كديدة. بينما ناخذ اللي على المركز الرابع وفي المركز الرابع لمح البصر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في عملية تضمير وتدريب. بينما في المركز الخامس هذا يحمل رقم 35 نقد لمحمد بن معيوب سعيد الحلامي يتقدم. بينما ناخذ اللي على المركز السادس وفي المركز السادس دخول عليه من الجانب الاخر هداد لمنصور بن سعيد بن راشد بن رقراقي المزروعي. بينما في سابع المراكز الشغب لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عمليه تضمير. بينما في المركز السابع هذا الشعار الاولمبي يتدخل على ظهر اشقر سعيد بن خميس بن عامر العمري ياتي على المركز السابع وثامن المراكز. هذا هملول لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي في عمليه تضميره ولكن بشعار بن سالمين. شعار بن سالمين ياتي هناك النمر هزاع بن سعيد ال سالمين المنصوري وعاشر المراكز. في المركز العاشر شعار الصعب متواجد من يقدم لنا تواق محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي يحتل المركز العاشر. وهذه هي نتيجتنا للعشر المراكز الاولى المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط. بينما بصور العزيز يعطينا لغته يعطينا زوم لبقيه المراكز اللي خلف العشر المراكز الاولى المتقدمه وثم يرجع من جديد الى الصداره يعود الى المقدمه الى المركز الاول الى النمر اللي تسلل الى المقدمه الاولى الى المركز الاول هزاع بن سعيد السالمين المنصوري. بدينا الان نغترم من موقع الاعلان الاخير 1200 عن خط النهايه 1200 ولكن شوف الوصول من لمح البصر مصر للنظر. ياتي لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي في عمليه تغمير. لكن راغب لي الوصول من هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ياتي بخليفه في عمليه تغمير سعيد بن سالم لينيبي. اما في المركز الرابع العمري يتقدم اشقر سعيد بن خميس بن عامر العمري وشعار هجن الرياسه يتقدم مع المركز الخامس والاسماء اللي واصله والشعارات اللي بدات تتقدم
في هذه المعركة الصباحية الجميلة. هذا الملتقى الشيق من أبناء القبائل في هذا اليوم وشعارات أصحاب السمو الشيوخ، ولكن عودة مع الغلاف الجوي الأخير مع الأمتار النهائية. حرك روحي اللي تبى الفوز، اللي تبى الانتصار. هذا لمح البصر اللي يزيد من السرعة، اللي يزيد من السرعة الفايقة. ولكن راغب، راغب هنا النمر، النمر 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 غير إلى البداية، غير ممثله آل شعيب، ممثله آل شعيب. هذا شعار ياما وياما سطر الكثير من الرموز من الإنجازات القوية، يعلن ببداية ظهوره في بداية هذا الموسم. سلام لآل شعيب، سلام. تهانينا لهزاع بن سعيد السالمين المنصوري على فوز النمر، وتألق النمر بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصل فيه لمح البصر اسمه الشيخ سعيد بن حمد برايد المكتوم. المركز الثالث كان الوصول متابعين الكرام هملول اسمه الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الرابع وصل فيه متابعين الكرام اللي هو أشقر لسعيد بن خميس بن عامر العمري. المركز الخامس، المركز الخامس الحيل إلى أعضاء لجنة خط النهاية. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول النمر إلى خط النهاية بتوقيت زمني مقدار 6 دقائق و11 ثانية. تهانينا والناموس لهزاع بن سعيد السالمين المنصوري، وصباح الخير يا لمنطقة الشعيبة في مدينة العين التي أهداها الناموس. والانتصار النمر من هنا من ميدان سيف العرب من مدينة دبي إلى أهالي منطقة الشعيبة. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وحظ نوفر لمن لا يحلف الحظ في الأشواط الماضية، فنتمنى التوفيق مع الأشواط القادمة.